والآن اكتشفي بريف الجديد للملابس البيضاء. هذه ماشي القمجة اللي شريناها. نعم بنتي صفارت. مساء الخير. بالرغم اني استعملت ماء جافيل، شوفي صفارت ورشاد. جربي بغفل الملابس. بريف الجديد الجافيل مختصة في غسيل الملابس البيضاء، يضمن بياض لا يقاوم غسيل بعد غسيل وحماية لا مثيل لها لملابسكم. بريف لغسيل الملابس، البياض وحماية الألياف. اللعب في مكان متسخ يسبب الكثير من البقع. اكتشف إيزيس الجديد الآن بريحة تدوم حتى 50% أكثر. اختبار القوة إيزيس ديما، هو كيس واحد يغسل كمية كبيرة، 50% انتعاش زيادة وريحته تطول. إيزيس أقصى نظافة أقصى توفيق. هذا البرنامج برعاية إيزيس. أقصى نظافة أقصى توفير. عليكم أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا في حصتكم المفضلة اللي هي سوق انسا على قناتكم المفضلة أيضا الجزائرية وان. دايما نطلع عليكم هكا، اليوم طلعنا عليكم بهذا الطلة البهية، نشكره في روحنا، قالك حوحو يشكر روحو. بهذا الطلة البهية كالعادة نعاود نرحب بكم انتوما اللي راكم أوفياء لينا وتبعونا وتبعتونا، نقول لكم مرحبا بكم معنا في دارنا المتواضعة. ودايما ما تحلاش القعدة بلا مشي حباباتي، بناتي بناتي اليوم راهم منورين. علاه هذه اليوم لبست لي تقول لها راح يجيبوا لها المهيبه؟ ما نعرف على جال الموضوع تاعنا لبست هيك، بالك تحصيلها هذه تخمم بزاف ذكيه. ما تلبش حاجه قراطوي. معايا الانيقه مونيا بن فغول. شكرا 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 بزاف عليكم. على شكل فلي كتبريزونتيني تبريزونتيني خير وخير. لا المدلي زيدي البنات كما قلتي قريب، ها شفت وعندها علاقه بموضوعنا. فوالا وكلام انتيليجونت الطير بنتي، هذه الطير. الطير عندي مخ في مخي كما كان يقول لي. صابر نسلموا عليه. دايوغ مس الخير عليكم مشاهدينا الكرام، ان شاء الله راكم بخير وعلى خير انتم والعائله ديالكم. وان شاء الله نجوزوا وقت خفيف ظريف معكم، نقصروا نضحكوا. بس بابا ماما هذا ما كان. وطل علينا بالاحمر، هذا الوشاح الاحمر الاحمر الاحمر, الأحمر. عليكم بالاحمر. وكان انا ما يشدها لي على انا ما تشدليش. ميرسي زلت لسان. راكم متالقاتبين زوج ما قلتوليش، قلتولي نلبس انا هكا يديروا لي هكا دائما هكا. قلت له دوك الرابح قلت له انا كي لبست عمال احمر درت وفوت احمر. دونك مرحبا بكم اعزائنا المشاهدين، ان شاء الله تجوزوا معنا ما قبل الحلقه الاخيره تاع هاد لا سيزون تاع سوق النساء، تجوزوا وقت شباب خيرنا لكم. موضوع اللي حتقول لكم عليه مفيده، موضوع يخصكم كامل ان شاء الله وربي يهنيكم كامل. نعود نولي لكم بعد ما رحبت بصحاباتي وبناتي كما راني نقول. دائما عندنا ضيوف، قبل ما نقدم هاد الضيوف على بالي راك تشوفينا باللي عاودنا ولينا للبلاطو، ما نقدروش نروحوا من دارنا بزاف، حنا كنا ضياف حاجه جنا فاكونس. ايه كنا خفاف برك. اسمحي لي مفيده، بصح صرات كيما قال لي زالجين اللي راحوا هكا يجوزوا ويكاند، وعاود قال لهم صبر صبر صبر، وكان تروح تقعد ثمانيه عاود دخل عاود دخل. حنا هكا صرات لنا، رحنا يومين رحنا يومين، قالوا لنا خلاص شتا وكاع ما تقدروش. حنا غير قالوا لنا بي ماشي بيسين، بي تورنيو بي
راح تكون راح كل سمعتي عينك عين كانوا مو عين ما سمعتوش زعما كان سمعتو قلوب لك نتوما بس هيك انا يظل هيك امنا خير انا ولينا لدارنا على بالنا بها واش كاين الاحتياطات واللازم كان عاودنا ولينا عاودنا ولينا ها هي اللي تبع فيكم ما هي صح خلاص تاكدت كاين ثاني الاحوال الجويه ساعات الريح هاك شفتي واش صرا مالا نعاودو نرحبوا بكم نرجعنا لدارنا قالوا دور دور ضيف ضيفي لو كان شتا وصيف نروحوا نروحوا نوليو لدارنا ضيافنا الاعزاز اللي شرفونا اليوم راح نبدا لاول مره راح نبدا بال ماشي مصدقه مونيا حيت تبدا بيك سي اي راح نبدا بالمراه سي تري رار تبدا دائما بالرجال ميرسي اليوم على باسكو هذا الراجل هي اول ضيفه لينا في دارنا والراجل هذا مشجع عندنا اي عنده ضيفتنا اليوم هي وجه لا علاقه بالفن ولا عندها فن في جهه واحده اخرى الفن تاعها هو في يدها في صنعتها معنا منى ديكو هك نعم مختصه في هاد الديكورات تاع الاعراس اللي راح نشوفوا فيهم مرحبا بك منى في دارنا الله يسلمك ميرسي بوكو مفيده ميرسي توت ليكيب ميرسي لكم كامل ميرسي بور لانفيتاسيون مساء الخير مشاهدينا اللي راهم يشوفوا فينا كامل اي ميرسي انكور اون فوا بوغ لانفيتاسيون مرحبا مرحبا بك شرفنا حضورك نولي ولك منى ان شاء الله ومعنا كي نقول لكم واحد شعره طويل وقصه شويه كي نقول لكم واحد المشهد تمثيلي يقلب الدنيا مع مونيا الحرب الغيره تاع النساء مع منيرة اللي نوجه لها الف تحيه وتحيه ضيفنا كما قلنا مول في جي عنا والدار دارو معنا الفنان عبد الوهاب جازولي مفيدة شكرا على الاستضافة مع انه مال في نجي ليميسيون تاعكم مونيا بن فغول مرحبا بك اميرة اول مرة نتلاقى بك اول مرة نتلاقى بك انت ضيفة عندي اليوم شكرا على الاستضافة ميرسي بوكو يعطيكم الصحة وان شاء الله نباسي ان بون مومون كما قالت مونيا ان شاء الله مع هذا في الصيفيه هذه اللي نسحقوا شويه دي زون بوزيتيف اترافير لا تيليفزيون نسحقوا نشوفوا حاجات ايجابيه في التلفزيون وعبر قناه جزائريه 1 راهي تؤدي بالواجب كما يلزم الحال ان شاء الله يا ربي وهذا هو الهدف تاعنا موضوعنا اليوم اعزائي المشاهدين ماهوش بعيد بزاف على الكورونا وعلى الشيء اللي رانا يعني نجوزوا فيه ان شاء الله يا ربي يرفع البلاء ويرحم كل من مات ويشفي المرضى موضوعنا هو على الاعراس كيفاش الاعراس الاعراس في زمن الكورونا ولا درك العرس العرس اسكو هو حلم كل شاب وشابه ولا حلم الاولياء هنا اللي كاين يظهر لي انا بالنسبه لي رايي الشخصي قبل ما نروح للضياف نروح لسميلاتين هو يقول لك حلم انا نعتبره نصف الدين يعني هو قبل ما يكون حلم الشاب وحلم الوالدين هو نصف الدين يعني بالنسبه لي كل عبد يعرف كيفاش برك كيفاش يمشي مع الظرف اللي رانا فيه ينقص شويه من هكا وينقص شويه من هكا وتستمر الحياه ومعنا مثال حي مونيا قبل ما نعطيكم الهضره رايحه لمونا لان مونا دارت عرسها في كورونا الله يبارك الله يبارك يعني وما دارتش عرس انا على بالي بلي ما دارتش عرس لان نعرفها مليح الف مبروك صح الله يبارك فيكم ليك الحسام راجلها نقول لكم شكون حسام حفر الساس اللي فات معنا في ليميسيون اميره ما كانش معنا الدوزيام سيزون تاع قال ما اللي غني المالو فو الله يبارك كان مع ياسين تيغ الله يبارك الله يسلمك كما قلتي هي راح تحكي لنا على التجربه اكثر من ان شاء الله كما قلتي انا جوزت عرسي في سيتي بريفو افون قبل كاع ما جوز كورونا كنا معولين نديروا عرس دايوغ كنت معوله من بعد نحي ومن بعد ندير ومن بعد نحي هو بقى سمانه ولا 10 ايام على العرس هذاك ما كان على بالي بس كان 18 نورمالمون ايه كرام الصاله داروا كلش جات المرض ربيعه فينا منه ان شاء الله ان شاء الله وجا المرض تما سيتي كاع انيولي كل شيء انيولي اسكو انت اللي حبيتي والزوج ولا والديك اللي يعني كان رايهم انا حبيت نعرف هذا كان رايهم مخالف لا انت اللي حبيتي ما حبيتش تسناي هذا واش حاب لنا هما الوالدين كيما كاع اون جينيرال يحبوا يفرحوا ببنتهم يحبوا يفرحوا بوليدهم يديروا لهم عرس مي الظروف لغالب ما سمحتش وانا والزوج تاعي كنا اونيتي داكوغ باش ما نديروش عرس هو سقساني اسكو راكي راضيه وانا كيف كيف راني راضيه راك راضي خلاص سي بون دونك درنا جازت هكاك جاداني من دارنا درتو حفله صغيره ولا درت انا في دارنا افيك مي بارون هكا حنه تاع قبل العرس درت حنه للفال هذاك مكان
وكاين بليزيوغ اللي قالوا لي وعلاه وخلي حتى ابخي الكورونا ديري بالك تلبسي لا غوب بلونش علاه ما لبستيش علاه ما تلبسيش حوايجك وكل شيء وانا جيتي كونتر قلت مادام ربي ما عطانيش العرس هذا ما درتوش ما فرحت فيه ولكن نفرح في صوالح واحد اخرين صح كيما ربي رزقني بزوج ما شاء الله الحمد لله وربي عطاني اون شونس نكون هنا معاكم الحمد لله ما درت عرس مي كاين واحد اخرين كاين عفايس واحد اخرين فرحت بهم ما شاء الله فرحتي بهم دونك انا ننصح كامل اللي ما دارش ولا اللي راه يستنى باش يدير عرس ولا ما عندك علاه تستنى يعني حاجه حلال ديرها زيد تكمل في الحلال بلا عرس بلا غنى بلا كل شيء سي ميو سي انكور ميو بصح ربحتوا في لافير ربحنا التكاليف تربحي جيبك شوفي ربحتوا زوج حوايج جيبك وتعاليق الكاطو ماشي شباب العروسه ماشي شابه صح ربحوا المنشير والجيب والله صح نعاود نقول لكل شيء مبروك مازلنا نحكي وراح نحكي على التكاليف وراح نحكي على الحوايج اللي راكي تخدمي فيهم هادو العراس ونروح لعبد الوهاب عبد الوهاب واش رايك في هاد اسكو هو حلم تاع الشباب ولا حلم الاولياء الوالدين هم يتمنوا يديروا عرس واش رايك بصفه عامه ولا غير هي سا ديبون هي جينيرال يعني احنا في لا سوسيتي تاعنا حلم يكون قبل الاولياء قبل ما يكون حلم شباب احنا والدينا يتمناو يقول لك ان شاء الله نكبر ونحضر العرس وليدي سي الحلم على باز هو يكون حلم الاولياء على خاطر لا جوناس كيما دركا لا بروف قدامنا الجيل تاع درك نقدر نقولوا بلي ما عندوش بزاف ماهوش شاد في بروف دارت عرسها بلا ما لو كان في وقت واحد اخر يقول لك لا نستنى حتى ندير عرس وتصديره اور كو نو لا جون جينيراسيون ماذا بينا نديروا حاجه صغيره عشاء صح صح نسهلوا الامور سي لي بارون هما اللي يقول لك لا انا لازم نديرها انا لازم بطبع سينو ما كاش انا لازمه او انا هذه وحده لازم ندير لها العرس سي لي بارون جو كرو كو هما انا سي مون افي جو كرو كو لي بارون انا باغ اكزومبل نعطيك انا مثال حي في عرسي انت راح نقول لك انت هما اللي انت اللي ديسيديت ولا هما درت كيما حبيت ولا كيما حبوا هما كي درت كيما حبينا في زوج فوالا على خاطر هما كوم جو سوي ليني كانوا حابين يديروا عرس جو سوي انا هو الاولاني في اللي حنتزوج دونك اوني دو غارسون انا الكبير حبوا يديروا دوزيامون انا كنت حاب نقص كنت حاب كيما يقولون جو مينيميز لي فري كنت حاب ما نديرش بزاف مصاريف كنت حاب نعرض غير اللي نحبهم باسكو جو سوي جيم باسكو في العرس جينيرالمون اون دوفيان هيبوكريت نعرضوا ناس ماناش حابين نشوفوهم في عرسنا صح صح سي فغي دونك كاسكو جي في جو فولي قلت انا حارسين مانيش حاب نشوف في الليستا اوكين بيرسون مانيش حاب نشوفها في عرسي اي سا جاي يو غاند كوز نهار العرس تاعي ما كان حتى بنادم جا العرس بلا ما نحبوش عرضته من قبل في العشاء اسمحوا لي على كل حال يشوف جي في ان ديني بوغ تو الموند ان موا افون ومن بعد نهار العرس شفت غير ناس دايور يافي 97% دو دامي بلوس كو دو لا فامي في عرسي سور لي 500 بيرسون كاني ما تحبش بزاف تاع لا فامي با ترو ني بو سي با كو نو سي با ترو بروش بونس نو ماشي قضيت اونكور اون فوا دي ليبوكريزي ما نحبش نكون ايبوكريت فوالا اي بي هذا ما يعنيش اني ما نحبش عائلتي بالعكس نو مي باسكو انا والديك ما عرضوكش في هذه النقطه نو باسكو لي بلوز امبورطون ايتي لا حنا على واش نحكوا انا واش نحكوا ديفو تاع الالجيريان سي كوا سي كو كي نبداو نعرضوا اون سي با ما نقدروش ما نديروش لي ليميت لا نعرضوا العمات الخالات هذوما بور موا لي بلو بروش انا كي انا اللي صرالي في عرس اسمح لي كي حكموا قعدنا نحكموا لا ليست هيا شكون نعرضوا بدات نبداو مي بوغ يجبدوا لي اسماء ما نعرفهمش تي كي تقول لي لا لا هذا ولد خاله فلان ولا لا ماما بصح هذو علاش قال لا عيب كيفاش ما نعرضوش نعرضني العرس كيفاش ما نعرضهاش ما يصرا باش ما يكونش فيها سوء تفاهم ماشي بارابور ا ما فامي كو جو نيم با نو سي بارابور اسكو فيان دو دير ما تعرف ما ماكش معاشرهم ولد خاله مول الباش شوي نعرفوا هنايا وليد خالد فاميلتي شو ابخي انا الحاجه اللي درتها اللي تغلبت عليهم في فاميلتي سي كو انا ما درتش الكاطو هذا وما درتش لي بواط انا درت كيما زمان حطيت لهم دي زاسورتيمون داسيات في الوسط في لي زافت هكا راهم يديروا دوكا ما درتش هذوما المصاريف اللي نقصتهم في العرس تاعي خاصك لي بواط ما كاش ما كاش حطيت لهم في طابله اللي يحب ياكل مرحبا به اللي ما يحبش ياكل وما كانش اللي يدي معاه يدي في محرمه ولا فال سي تو ما كان يبوس طيحت عليك البق شويه باسكو ما خدمتش البوايت هذوما مي جو تروفي باسكو جو تروفي كو انا هذاك الوقت كنت حاب ندير دي زيكونومي جو تروفي كو سا لي مو كوتي تري شير 500 نباطة واش يعمرها حنا ولا درنا لو كان درنا لو كان درنا لازم نديروا الفانيد لازم نديروا الجزيريات لازم نديروا البقلاوة لازم نديروا يفالي حاجة صغيرة تسيب روحك درت حاجة كبيرة صح هذه هي مي بو ريبوند ا تا كيسيون يعني باش نقولوا السؤال ديالك الوقت الزواج هو حلم شاب كل شاب وشابة
بصح هو سيت اون بلوس الوالدين هما اللي يتمناو يشوفوا ولادهم متزوجين ايتو، وبالاخير بالاخير هو نصف الدين وما يكون غير هو مكتوب لي واحد فينا. ما انا او كونترير انا بابا ما جاي ياكسبتي فراسه باش يستوعبها. صح يعني. صح. صديقي اعطيني اعطيني حاجه، اعطيني رايح لواحد العبد لازم نساله بالموسيقى. شكون هذا العبد؟ اعطيني حاجه هكا سنتيمونتال راح نسال بها مونيا بن فغول. حاجه تاع غاف، حاجه تاع غاف غافك. راني نهضر مونيا بن فغول، كيفاه تتمنى يكون عرسك؟ اسنادك بدلي دير لها هكا. روحي مع الموسيقى، روحي مع الموسيقى. منين نبداك؟ كيف غير هي مش متزوجه هنا، تسمع عليها سالتها باش نتمنى يكون عرسك؟ يكون عرسك. بون انا ما لي سامبليسيتي ني زعما ما نديرش. تبي مع السيد؟ انا الدنيا تقلب. شفت لك من الاخضر لا سونتيمونتال لا والو، الدنيا تقلب. مي سي نورمال كيما قلت انت، هو الكبير في الدار، انا عندهم غير انا في الدار، كاين غير انا، شو لونفون اونيك، دونك فورسيمون ابخي انا كيما انت. انا على بالهم هذا لا لا هذا لا لا هذا لا لا هذا لا لا انا ماذا بيا. سي فري في عرسك tu as envie تكون مع الناس اللي تحبهم، مع الناس اللي جوستومون يا با ديبوكريزي، اللي حيدوك بالنيه صافيه، اللي tu vois كيما كنا نهضروا في لوج، ماشي انت تجوزي ها وعطاك كوسوسوا بالعين ولا كوسوسوا بتمنشير ولا. دونك ماذا بيا نكون بيتيتر ان بوتي كوميتي، بصح نكون مع ناس اللي فريمون نحبهم واللي نعرفهم سورتو. دونك سي فري كيما انا بيرسونيلمون مون بير الى sept frères et sœurs, ma mère kif, c'est des familles très nombreuses, donc d'être de t'hasseb houma, plus les cousins, plus les trucs, tu as 250 personnes que tu ne connais pas, ou les belles chitons qui coûtent srir, ou là. Donc ça va coûter de l'argent, et ça va coûter de l'argent pour rien au final. Alors, je n'ai pas l'habitude de m'aider, non, mais tu n'as pas. Non, non, je ne t'aime pas. Oui, il y a des choses, oui, il y a des choses. يقولوا لي هي لا انا نحب انا كيما لباس تقليدي جنبوك وش تخوف سا مانيفيك تسمى سي انا راي انا رايحه انا راح نكون رايحه جايه رايحه جايه ميم سي اي با يا كيلكو زاني جيتي كونتر كنت نقول ان بو دو توني باش تقدري تكوني زعما تو بروفيت ان بو من العرس كي شفت انا يا صحباتي غير كيما اللي تزوجوا طالعه حابطه طالعه حابطه طالعه حابطه سي سي تري ديفيسيل ا بورتي ويلزم وحده تعاونك. علاش عرسك هكذاك؟ انا فوالا مي معليش بخيفه نكون شابه. كوني شابه و كوني شابه افيك دي في اون سواري تقدري تلبسي جوسكا 5 تونو اليز. اي بصح بالك شنو بروبليم في لي تونو؟ ما نقولكش. اي خبيرة باسكو تلبس باغ اكزومبل كيما انا شو با كابيل، ما ميغي كابيل، بصح لو كان ما نلبسش كابيل تخي غاف بوغ ال. لبسي لي تونو كلي. فوالا تما يلزم نلبس كابيل، ها ديجا لبست كابيل. اي بون ديجا تدخل بالبدرون. وحده انا نحسب علاش تدخلي بالبدرون؟ تقاليد عادات. انا ملي كنت صغيره لازم ندخل بالبدرون. انا ما تدخليش بالطايور هذاك جامي. بون جو ريسبكت اللي داروها. صح صح قولي لي بدرون ومن بعد بدرون ومن بعد تبدل كراكو سي اوبليغاتوار. انا كراكو ما كاش كيفاش ماشي جوست كراكو. انتوما ديزا الجيغوا ها؟ على باز نو ني با الجيغوا. ديكو منين مالا؟ انا مون بير من وهران. الله يبارك. فوالا دونك شكون لي زاجوا كانوا يحضروا بلا بلونش بعد القندوره الوهرانيه. بلوزه البلوزه مون بير كيما مون بير ما عنده حاجه باسكو مون بير ما ترباش في وهران هو زايد هنا دونك ماشي ما عندوش ما ميرسي ما ميغال بار الكابيل ما كانش قبيليه قبيليه رجعي من الاول باش ما يديرش الحساب. دونك وشنو عندنا؟ عندنا البدرون، عندنا الكراك، عندك القفطان قبيلي، عندك القبيلي، البلوزه الوهرانيه، البلوزه الوهرانيه سطايفي، ومن بعد سطايفي. علاش قلتي سطايفي؟ نوع من انواع دونك ومن بعد لا روب بلونش. لا نسيتي حاجه كنت تموتي عليها، النيلي. ايه ما نقدر. قلتيها لنا صح. لا جادور نحب النيلي سي بيل توني بصح سا ترابو شوف سطايفي سطايفي تقدري تموديفيها شويه تجي شويه شاوي شاوي حاجه لا شاوي واحده سطايفي واحده سطايفي تقدري تخربيش في سطايفي موني. البنات خرجت على الموضوع. شكرا شكرا على انتوكا شحال دايرين هكذا شحال راكي في سبعه ولا المفيد يا مفيده المفيد لي توني خدمه يكونوا بزاف ما تستغليش وحنايا قصرنا ولا كبرنا لي توني تاع الله يبارك تاع الجزائريه كبير دونك لا تقعد تبيع في لي توني. انا صرات لي زعما قلت نلبس 3 توني عشيت لابسه استناي لبست البدرون لبست صواغي هاي طلع قفطان كراكو هندو كيفاش ندخل الهندو في الوسط؟ سفير ماما نفسي هندو. بون قبيلي قلنا سطايفي
ولا غو بلونش كاين الشونتور واش وهكا ما قعدتش ما قعدتش ما قعدتش كنت هاك هاك وصواغي والناس قاعدين يستناو وقتاش لا غو بلونش لا غو بلونش اي ماشي نقول لك انا حاجه كما قلت انت الوالدين صح, صح. انا ثاني انا هي كبيره في الدار وانا الولاد تزوجت في الدار دونك وحنا الحاجه اللي مليحه اللي درناها درنا عرس واحد ما درناش عرس العروسه وعرس العريس دونك هذه ايكونوميزينا فيها درنا عرس واحد درناه صواغي عرضنا فيه ثاني كولي بروش سا فامي ما فامي مي زامي الحمد لله جيتي اونتوغي بدي جون اللي نحبهم ما كانش كانوا الناس اللي ما نحبهمش باش نسال اميره ما سالتهاش شو عرسك دخلوا فيه نحكي انا نجاوبت دخلوا فيه لي بارون ما دخلوش دخلوا فيه لي بارون سي سيغ مي الحمد لله سيتي بالتراضي وما جابوا لي لا ليست والجاره الفوقاني واللي فوقها وهذيك عرضتني لوليدها وماما نقولها بصح ماما ما نكملوا هكا دونك الحمد لله شغل عرضناهم كما قلت العشاء قلت لها دبي راسك العشاء عرضي شكون حبيتي صافي فوالا مي لا العرس نو العرس فوالا غير للناس اللي نعرفهم والناس اللي سي انتيم جو سي انتيم حاجه اللي فوالا ما على باليش انا اذا ما نعرفكش مليح كما قلت عشاء دير عشاء كبير وتعرض كاع الناس الجيران تو هذه يعني عشاء مليحه تجي تخرجي كما قلت هذاك تصير حلال هذاك لازم فوالا توكلي مي عرس سي سا غاست انتيم بالك كيما دوكا حنا نشوفوا الناس اللي يديروا دي فيديو تاع تاع لي لي جون ماري تاع زعما واش عاشوا كيفاش ايتو دونك سي دي شوز تري انتيم لي انا دوك انا جاره الجاره تاع بنت خوتي تاع كي كنت صغيره تجي تقول لي شتيها كانوا شابين والحمد لله قلت لك شغل اونيتي تسمى لي دو فامي تسمى ديجا هما الله يبارك وحنا الله يبارك ما كانش كاين بلاصه باش نزيدو نعرضوا ناس برانية زيتي ليميتي اون فادي فوالا دونك الحمد لله جاز كما قلت لك مي انا لي حاجه اللي ندمتها واللي نقولها لكم ما تلبسوش بزاف باسكو فريمون ما حاشت بروفيت تقعدوا داخلين خارجين داخلين خارجين عن تجربه عن تجربه ماشي نقدر ندير سبع ايام وسبع انايا وكنتبعوا معليش انا نقول عن تجربه لان البنات اللي راهم يشوفوا فيا مينيموم باش تبروفيتي باش تشطحي صح انا جي في انا سي لورغانيزاسيون كل واحد كيفاش صح سي لورغانيزاسيون كي تجربي وهضري لا لا انا انا انا, أنا اميره تعرفني انا جو سوي تري اوتوريتير لا لا انا جو سوي تري اوتوريتير نو لا جو سوي داخله خارجه شوف انا جو سي سكو جو فو انا سكي بيان سي كو جو سي اكزاكتومون سكو جو فو اي جو مي دون لي موايان بور فير سو جور دو شوز تسمى انايا نجيب عباد اللي كي نقول لك اه 20 سي 20 20 هذه هي 20 ماشي هذيك سي لا فان دو موند انا حاجه الاولاد دي تجي ما نلحقش معليش الوغ لا ما تجيش انا الكورتاج اميره عيط ما نمشي باش نقلقوك ولا بصح مازال ما قلت لهم فاش تدخل انا ندخل مسكين صراحه العرس وي صراو شوفي كاين عفايس بزاف يصراو سورتو ان الجيري مالوغوزمون ان شاء الله نولوا نلحقوا هذاك وين زعما تجيبي اورغانيزاتور تاع العرس ايفولوي كاين لي دي ويدين بلانر كي سون فريمون فوالا انا صافي 3 ans ملي تزوجت مي حتصراو هذيك العفسه تاع هذاك يجيك روطار هذاك ما يجيبها لكش كيما حبيتي صراو هاد العفايس مالوغوزمون انا بديت انا لي غينيون درتهم وكامل نتسناو كي انا نقول لكم ندير لكم كونت روندو في العرس تاع مونيا خليوه حنا ثاني حصلنا روطاركم لونسيوش الفيديو هاي راه الفيديو لونسيو الفيديو راه عاد نولي العرس تاع دوكا اختي ماشي كيما زمان العرس تاع بكري وتكا سي با لي مام اي طفله تحب الزواج وتحب تعيش حياتها بون الزواج بار امور هكذا وحده اختي العرس درتو كيما حبيت انا سي نورمال وشويه لا فامي يلزم يدخلوا شويه لا فامي اختي لازم تكون معاونه لازم تكون لينيون اوبليجي فاميليال الكو فاميليال وانا انا بيرسونيلمون كيما يقول لك تصديره تصديره هذه ما عندها حتى ديري ومن بعد فينالمون تقعد هكذاك تقعد خساره شغل دراهم هذوك اللي اوليو تروحي ترميهم في كيما يقول لك تصديره اوليو اللي ديري 5 ولا 8 ولا يروحوا يقعدوا هكذاك خساره تروحي ديريهم في حاجه اللي تفيدك تروحيهم فواياج تروحيهم ما على باليش انايا تزيديهم في دارك ما على باليش تعبك لي خير تعبك لي هما الملاح ماتي خاطر ما فيهمش تكاليف ماتي وبكري كان باش ودير العرس دير قيس قيس نورمال كيما كاع الناس عباد زواولة نورمال عباد زواولة يجيهم عرس ب 100 مليون 120 مليون سما هادي الاخر يا لي كوموندي ماشي دوكا كي تروح بدارها وكلش حاجه مليحه بصح يديرها واش يتبع باباه ويماها كيما حبيت انا وكيما تمنى والديها لا لا هي على حسب الظروف تاع باباه على حسب واش عنده مسكين دوك كيما حبت هي لا لا توفى باباه الله يرحمه سما شغل صارت لها شويه خلوطه بصح الحمد لله جازوا عرس شباب وكذا وانت انا حبيت نديرها شغل تراديسيونيل اوطونك شغل الحومه هكذا كاع تما زرنا العفايس وكذا مي هما لا لا كي تعرف ينسى يزم في الصال دي فات العفايس البقلاوه شويه شطيحت بيناتهم وكذا هذه هي اختي هي والله غير لهنا سما تقدر دير طبسيت عام وانت تزوجت نورمال كيفاه ماشي حاجه كبيره
العرس سي تاع لا فامي ومام طونو سي الغاف تاع الطفله سي نورمال خاص الطفله هي اللي تعيش وهي اللي سيفين ارتاحها كلش ليها بون لا فامي سي نورمال يهضروا وكذا مي يا با ميو كو العرس تاع كيما قلت لك سي لو غاف تاع الطفله هذه هي ولوم الكوبل الغاف تاع الكوبل هذا هو كاع يا با ميو كو طعام تراديسيونال اون طونت ولا لي شافيتو اونتر فامي حومه وكذا يا فامي اختي الحلم تاع لا فامي تصديره والحلوه يماها انا جاب لي ربي ليا انا بكري خير دوكا ولات شروط بزاف العراس بزاف اللي جا دوك صاله بس سي بي راهي 30 40 مليون وخلي وهادي وهادي والجهاز تاع الطفله واش تدي معاها وبلا ما نقول لك اختي ما لازمش الانسان يشرط على والديه خاطش كاين اللي ما عندوش اختي دوك الانسان ولا صاب طفله بنت الفاميليا وكذا يسهل الامور لعمرو يجمع فاميلته يجمع خوته وخياته ديجا هاديه صافي بوكو بلا ما يعرض الناس كاين ما عندكش ما عندكش واش طار انا زوجت بنتي اختي عندها دو زون زوجت بنتي عرضت غير الفاميليا على حسب مقدوري انايا هذا الزواج هذه الشبيبه هذه اللي يعني اي شغل محرومه من الزواج هنا يعني كان عندنا الزهر معيشة كانت رخيصة وتزوجنا وسعينا الدرية ودرنا الديور ودرنا مستقبل لولادنا بصح دركا الأجيال هادو اللي راهم جايين محال 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 على حسب من يخمم محال باش يلحقوا لدرجة يديروا التاويل ولو سيرتو إلا عندهم موليهم فقراء ومساكين ما يلحقوش باش يزوجوا ولادهم محال دوك إلا كان يعيش بليدات ومن بعد يوليو يداوشوا ويوليو في روينة اي بريفير انسان يقعد بلا ما يزوج خير ما عنديش منك عشرة عندي غير انتيا ان شاء الله كل واحد يدل المرض ويقولها ما عنديش منك عشرة عندي غير انتيا ما كانش كيما كلام نحلو ما كانش كلا ولا كيما كلام نحلو ايه كيما شعاري انا ديما نقولها من الحب والاهتمام الاهتمام والاحترام اهم ساعات من الحب يعني بالك هما اللي يولدوا الحب نعاودوا نرجعوا نعلقوا شويه ما نقدروش نعلقوا عليهم بزاف على خاطر بالك هما كان كاع كانوا على كلمه واحده على كل حال راي واحد كانوا نفس شير دو نو جور صح تكاليف الزواج المره الفتره هذه ولا الوقت اللي وصلنا له راي جوستومون مفيده على بها قول كيما كي قالت لك قالت لك جو سوي داكور معاها باسكو دوكا صرا هذا الوباء دوكا خلاص رانا فيه ليميت تعلمنا نعيشوا به سي بون سورتو كي تشوفي عائلات اللي مساكن ما عندهمش ولا مساكن ولا لي زواليه تساعدهم باسكو او فينال في عود يقولوا بلي بالك كاين ناس اللي تحشم تقول لك ما عندناش دراهم باش نديروا عرس ولا اسكو جو كومبرون باسكو دو نو جور ناس قباح ما كاين اللي يتمسخروا بك يقول لك ما عندهمش ميم اللي يزعفوا عليك ما تعرضيهمش باسكو انت ما كيش قادره ولا واحد ماهوش قادر ما تعرضيهمش يزعف عليك على ما عرفتش دونك انا ليا انا سي اون بون اكسكوز وقت الكورونا اللي رانا فيه سي اون تري بون اكسكوز الواحد هذوك دراهم بالك يبدا به مشروع جديد بالك يقدروا يديروا به حتى واحد اخر ميم ما يفواياجيش انا نهضروا على ناس ما عندهمش تما لو كان الناس ما يعني عندهمش يقدروا تما انت ما عندهمش في عود يديروا في مشروع يروحوا يفواياجي بوغ توا سي لوجيك سي لوجيك بيان سور كو سي لوجيك لا يخبيهم يدير بهم مشروع كي يطم دراهم هذاك المشروع يروح يفواياجي انا شوفي انايا نشوف باللي كنعرف بزاف دي جون هكا تاني زواولا ولا ما داروش عرس وراحوا فواياجي لو كان تونس ولا عاش مع مرتو انت باك فواياج ما فواياج دي نوس تخي مي شنو بور موا سي هذوك دراهم اللي كانوا حنا نديروهم في العرس معاه واش صرا بور موا سي سي لو بون مومون بون ابخي كاين دي كوبل تاني وين وصرات ديجا وين يقول لك وي بصح لو كان نزوجوا ديريكتومون اون بلان كورونا وشغل مع الكونفينمون بالك ما نتفاهموش كوم يكونوا دائما كيف كيف يقول لك بالك اش ما يصرا وصح اون افي بوكو دو بروبليم بارابور ا سا يو بوكو دو ديفورس مع الكونفينمون باسكو جوستومون لي جون ما سوبورتي با كاين الرجال اللي يخرجوا الصباح بكري يخرجوا يدخلوا في الليل ما يتلاقاوش كاع مع نساهم ولا مع ولادهم ولا دونك هذيك لا في فاميليال عاشوها تري تري مال اي لحقوا جوستومون بعيد الشر عليكم كامل ا ديفورسي دونك
c'est très très compliqué, surtout alors là nous sommes qui a des dépressions parce que voilà arsa balak kima qulti dans une semaine di balak achtiha mliḥ bsa wahda arsa dans une semaine كانت لاصه نهضر نهضر على منى بسكنا قريبه ليهم بزاف علاه زادوا زربوا بزاف بالعرس بس منى ما بقاش بقى 10 ايام على العرس وجابوا قشها جابوا فهمت بالك حنا نهضر على الدار خلاص في الدار شي واجد وقات هذيك ليزيتاسيون يستناو يحلوا لاصال اللي كان لاصال تقعدي انستابل ما على بالك واش راح دير يعني خلاص بروغرامات راسها باللي على شهر هي في دارها قشي في داري وما يقولوا لي استنى حتى مور الكورونا ما تقدريش كلش كان احسن حل سمحي لي مفيده احسن حل يديروا هكا كما قلت انا ثاني جاي عن كوزان كادر اللي نحيي اللي يجيب العروسه غير كيما غير قريب ان شاء الله غير كيما دار العقد ديالو ودار في الدار هكا بيناتهم دار عشاء وحنا بعثت لنا الفال بعث للناس اللي ما لا غالب ما يقدرش يجمع غاشي دونك بعثت العشاء للناس الاقارب ديالو وان شاء الله هاد الايامات يجيب العروسه وجد كلشي دونك انا نصيحه للناس اللي فريمون هاي واجده ومجده كلش دير عرسها او بلو تاغ ياخذي تقدر دير لا روز تي شوتينغ الله الله ما بين ما غنحييها بالمناسبه قلت لنا ميم كي تروح الكورونا وندير لكم عرس مسكينه ما قطعتش ليا كاين جوستومون كاين الناس اللي قال لك كلاس معليش نعقدوا نفتحوا نزوجوا نعيشوا كيف كيف ومن بعد كي يروح كلش نتزوجوا فوالا نديروا اون فات وكاين اللي يقول لك دير اون بتيت فات كاين اللي يقول لك دير اون كروند فات سي مون غيف كاين كيما قلتي لي يقول لك ما تلبسيش لا روب بلونش كاين اللي لو غيف ديالها تلبس لا روب بلونش وتصدر وكاينه كيما قلنا على الاول 90% تهنينا من هذوك اللي ما يعجبهمش العجب ما يعجبهمش الكاطو ما تعجبهمش الصاله ما يعرضوهمش مالي العروسه كيفاه دايرين العروسه كيفاه دايره العريس كيفاه دايرها شعرو شوفي ديري واش ديري ما تخلصيش من لي كومونتير ديري واش ديري كون ديري شوف في عرس بالك واحد ما يتمناه ولا لا كاين حاجه ثاني دوماج من مساوي شغل ما حاش يتلاقاو لي فامي شغل ما تعرفيش هذاك اش داير ولا هادي تعرفي شنو نحب نقول مسك علاش حنا في العرس نديكوفريو صح كي كانوا عرس بكري شكون عندي بنت خالتي هذيك كذا تما تعرفيهم اميره كانوا على العرس كي كانوا في الدار درك ولا الصاله وتروحي من تما الصاله ما تشوفيهم ما يشوفوك شويه كانوا عرس شويه قبل ما نكملوا في موضوعنا راح تغادرنا منى وراح نستقبلوا ضيفه واحده اخرى تكتشفوها معنا بس قبل ما تغادرنا منى راح تحكي لنا شويه هكا باختصار على الديكورات اللي راهي تخدم فيها نحكي لكم على هذا واسمه طبق درته موديل بون افيك اون توش تراديسيونيل بيان سور هذا تاع السكر قند لي بوجوار اي تو خيرت انا باش نديرو تراديسيونيل افيك جور اكواريوم هكا كوفر اون فير فوالا شوفي هذا مام جايه شغل بلو تور بلو جور كادر Voilà. Et c'est une série de trois. Déjà, c'est une commande de porte-parfum, de panier de porte-parfum, une grande corbeille. Dira la chambre, la rose a été amenée. Donc, Kainin, les habits des jeunes filles, même des jeunes filles, tu as fait la chambre d'Yala ou là, ça. Dire comme ça, tu as fait Kain, même les porte-parfum. Mais Kain, je vais vous dire. Oui, Kainin, ça m'a dit que je suis allée. Je vais vous demander. Je vais vous demander. Je vais Facebook ou Instagram. هاني دايره اون باج فيسبوك انستغرام المنى ديكو انستغرام المنى ميرسي بوكو على الانفيتاسيون شرفنا حضورك الله يسلمك ونعاود نقول لك نتمنى لك حياه سعيده ان شاء الله ان شاء الله يا ربي وديما فرحانه وزاهيه ان شاء الله ليكم كاع ان شاء الله بالك منيا وسي ان شاء الله يا ربي ودركا قبل ما نودعوها نروحوا فاصل ونعاودوا نوليو اللعب في مكان متسخ يسبب الكثير من البقع اكتشف إيزيس الجديد الآن بريحة تدوم حتى 50% أكثر اختبار القوة إيزيس بما هو كيس واحد يغسل كمية كبيرة 50% انتعاش زيادة ورحت تطول إيزيس أقصى نظافة أقصى توفيق والآن اكتشفي بريف الجديد للملابس البيضاء هذه ماشي القمجة اللي شريناها نعم بنت لي صفارت مساء الخير بالرغم اني استعملت ماء جافيل شوفي صفارت ورشاد جربي بغاف للملابس بريف الجديد الجافيل مختصة في غسيل الملابس البيضاء يضمن بياض لا يقاوم غسيل بعد غسيل وحماية لا مثيل لها لملابسكم بريف لغسيل الملابس البياض وحماية الألياء
عطاها منيا تريبيتي تريبيتي العرسها ضربت الرجل كلش منيا. وي انا نحل في دوك العرايس مساكن وتحسهم هكا في خويستخي لي غاشي قاع يشطحوا وياها هكا. انا كنت نوض وحدي انا لا انا صحاباتي بريفوني ديجا انا صحاباتي قلت لهم سي سامب قلت لهم شوفوا نقعد 5 مينوت زعما 5 مينوت ما باش حلوه غادي نشوف فيكم غادي نشوف نوضوني انا كنت نوض وحدي مونيا نوض وحدي كنت نوض وحدي نوضوني هكا ندير لهم هما 30 وبعدها وحده تجري من الاخرى من ندير لهم هكا هذه ثاني داخله اميره في تاع عيب وما تنوضوا داخله في العادات والتقاليد والعروسه لازم تيبس علاش لازم البروفيت هذا عرسها حتزوج ان شاء الله باذن الله تزوج خطرها في حياتها وتلقى روحها ما تقدرش تشطح ما تقدرش مونيا موجه لي باسكيت قالت لك لا بلا لي باسكيت انا بلي طالون بلي طالون دير حالها تطلع به الجبل نورمال يعني خير فيها بصح نو يفو بروفيتي دو سون مارياج وفينا حنا والفنا كيما قلتي كيما الموضوع تاعنا تاع لي باغون نديرو العرس للناس لي باغون الناس باش يقولوا بصح تشطح بزاف خا يقولوا بلي هاد العروستهم هاديه كاين واحد لازم يوفق بين لا فولونتي تاع لي باغون تاع الوالدين ولا واش هو حاب واش هم حابين يديروا باسكو يعني حنا كشباب اللي نوفو جو بارل اللي حابين يزوجوا ولا لي نوفال جينيراسيون عندنا طموحات واحلام حابين نحبوا العرس تاعنا يكون هكذا بصح ما لازمش نفرطوا في الحاجه اللي اكزاكتومون باش ما يزعف ما نغضبوهمش ما نزعفوهمش دونك الواحد ماذا بينا نديرو كيما نحبو مي سونز اوبليي توجور لا فولونتي ورضايه الوالدين باسكو سي تري امبورطون سورتو في زواج كيما هذا لو كان ما يكونوش ما يباركولكش والديك وماشي راضين على زواجك يعني سي ديفيسيل كامام دو دونك واحد ميزان سي تري ديفيسيل باسكو شفنا عرس وين جوستومون ما كاش بالك لا بيل مير ماشي قابله ولا لو بو بير ماشي قابل ولا هي دي فامي على بالك يا اون استوار لي عباك الما ماركي دات دو 6 ans اسما دخلت ايه اسمع اصبر على بالك انا قاعده نستنى اسمع كي تبدا خلاص ايه لا ما تهضروش اسمع دوك نعطيو الميكرو لا باغ اكزومبل هذا اللي حب لوكا هذا تهضر عليه اسمع باسكو يا سيزون دو سا هذا كانوا حين سي ان كوبل اللي كانوا كيف دوبي تري 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 لونتون كانوا كيف دوبي تري لونتون لو بابا اللي فير اون اوبيراسيون بصح سيتي اون اوبيراسيون زعما ماشي تري غراف بتيت اوبيراسيون هكذا بصح وشنو الا في ليسي اون لتر فهذيك لا لتر الى فيديا سون فيس بلي ما كانش حاب يتزوج بهذيك الطفله ومات تما هذاك لو فيس قعدت له ما يقدرش سي با بوسيبل وصايه تاع باباه وباباه مات تما اي بو با اي بان دوكو هو الى غوفي سا في تزوج من جهته وهي تزوجت من جهتها مي اي سون ريستي يعني هكا لا غالب تما شغل قعدوا كيف كيف توجور كونيكتي ويسام توجور اي تو بصح هو راه خلاص تزوج وعنده جو كوا دو و تخوا زانفون هي ثاني راهي مزوجه يا يعني انتي غارسون مي كوم كوا دي فوا هكا الوالدين اي بوف تو غاشي تا في اي بوف فريمون كملتي ماركيتي كملي خير قدمي اسماء اسماء خلاص ما نقدموهاش حوا اسماء اخصائيه اخصائيه انا خلاص انا نيفور في العربيه انا خلاص كاع واش كنتو تقولوها نيفور ايه هو اخصائيه في علم الاجتماع ما نقولش مرحبا بك لانك دارك هذه دارك لانها قداه المره مين نحصلوا نعيطوا الاسماء هي اللي تجي باش تحكي لنا على هذا قبل ما نحكيوا اسماء في هذا الموضوع اللي رانا فيه دوك نقول لك عليه وهمام لو كا اللي حكيت عليه مونيا نروح لعبد الوهاب في وقت هذا الكورونا وهاب دار تجربه انه كان يغني في البالكون كيف كانت هذه التجربه الوغ التجربه هذه العراس ثم من العراس عم بلي غنيت بزاف العراس للبالكون نو انا شفت بليك انا ديجا لا باز الحي اللي انا ساكن فيه لو كارتي اللي انا اللي راني عايش فيه يسمح بهذه التجربه باسكو كان في كارتي واحد اخر بالك من قبل يديروا عليك عندي الحمد لله عندي ان فوازيناج اكسترا اوردينير عندي جيران من اروع ما يكون الحمد لله دونك دوكو التجربه هذيك انا شفت في التلفزيون في لي شان اترونجير بلي لي زارتيست كانوا يديروا في ايطاليا في البالكون في اللي عنده ثقه قلت علاش احنا ولا الجزائريين وعلاش ما نكوبيوش حاجات ملاح ثاني دونك جي كوبي باسكو جو ريبون سو دي انستغرام قالوا لي علاش ما تعرف غير تكوبي انا جي كوبي فوالا دونك جي كوبي حاجه مليحه وفرحت الناس اللي كانوا لي مي فوازان يشطحوا يولولوا كانوا مقنوطين في الدار ومنهم انا باسكو جافي فريمون انفي دو شونتي كنت حاب نغني جيتي كوم دون ان كنت مغموم ايه دونك جي كيما قلت كنت في الدار اكزاكتومون دونك شريت تاويل كيفالي شريت ان امبليفيكاتور ميكرو عندي
فوالا دونك درت لومبلي في التاقه ماشي في بالكون في التاقه في التاقه اون فيزي دي سواري كنت ندير دي سواري من 8 حتى ل 10 تاع الليل شتي ديجا ولي فوازان يعجبك من باتيمون دون فاس بدو ايتترا ومن بعد يقول لك درنا شو شاوي شو كابيل شو وكان امير من بعد بالهراج ولا غير شتي يعني تجربه لومبيونس درنا ما تطلقكش وانا عاجبني والله غير في عرسك غير نديرها ونصح غير انا وحدي ولاو الناس ما في الزنقه كي نخرج كي نقضي ولا يقولوا لي البارح سنيناك ما درتناش سواري تي لا في بلوزيغ فوا ولا لي في اون ديزان دو فوا هكذاك فوالا دونك صافي فريمون ان باز درك عطينا حد حنا درك راك في الطاقه وحنا اللي قاعدين عليك بالهنا ودمان ما نزيد نديرك في بالي ما نزيد ندير فيك الأمان يا اللي ظنيتك غزالي عاهدت نفسي في ذا الزمان وعظمت الله العالي ما توجدي حتى إنسان يشبهني ويكون بحالي لو تقطعي بحور ويدان 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 ما بخلكي تشوفي خيالي نصيبك بيدك قطعتي ما تبقاش يخلص المكتوب نصيبك بيدك قطعتي قطعتك من دوب وطوب يغويك من الحين اللي كليتي بدلتي خليتي قلبي مهموم والشر اللي قدرتي تصيبي قدرت علم الغيوم 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 جرالك اللي جرالي عليك بالهنا والضمان ما نزيد نديرك في بالي في بالي ما نزيد ندير فيك الأمان الأمان يلي ظنيتك غزالي عهدت نفسي في ذا الزمان وعظمت الله العالي ما توجدي حتى إنسان يشبهني ويغني بحالي لو تقطعي بحور ويدان 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 ما تزيدي تشوفي خيالي هاي حكمت ما عرفت كيفاش حكمت مشيت نزور الدار اللي فيها خليلتي نتفكر الوقت والصبر ويام سنين حكمت ما عرفت كيفاش حكمت مانيش حبودي هذه هي طبيعتي مادام نكيا كواتني وانا قلبي حنين مادام نكيا كواتني وانا قلبي حنين قلبي سمان
تسامح الأرواح. رانا يا فلان زايدين في القرن العشرين والعبد الجوان لابد يسقى وينتبه ويحط العينين لابد يسقى وينتبه ويحط العينين. حكمت معرف كيفاش حكمت مشيت نزور الدار اللي فيها خليلتي نتفكر الوقت والصبر ويام الزين. حكمت معرف كيفاش حكمت مانيش حبودي هادي هي طبيعتي مادام انكي اكواتني وانا قلبي حني مادام انكي اكواتني انا قلبي حني. زينك هولني خلاني مهول كيف ندير يا لله كيفاش نعمل على شهاد الباطل غير قوليني علاش من اللي راتك عيني ما صبرتش خلاص ونيا ايو تريني زعما عكس الزين اللي عطاك الله مثلو من لقى الزين اللي عطاك الله مثلو من لقى ديما في بالي ونهار وليالي ما بشي ما راح غير قلبي تجرح ما قدرتش ننساك نصبر كيف زينك هو اللي خلاني مول كيف ندير يا لله كيفاش نعمل شهاد الباطل غير قولي لي علاش من اللي راتك عيني ما صبوتش آيك طلعت فوق السجرة الريح زعزع بيا الناس قالوا ما يقولوا أنا الغراب اللي بيا طلعت فوق السجرة الريح زعزع بيا الناس قالوا ما يقولوا أنا الغراب اللي بيا ما نعرفش وانا صغير ما نعرفش وانا صغير ما نعرفش لو كان عارف ما نعشقش وانا صغير قبل جبل فوق وانا باني سرايا عندي صوت مخبي ما نكسبه غير انا يا وما نعرفش وانا صغير ما نعرفش وانا صغير ما نعرفش لو كان عارف ما نعشقش وانا صغير ما نعرفش وانا صغير ما نعرفش وانا صغير ما نعرفش يا لو كان عارف ما نعشقش وانا صغير. هذا لا كنا في عرس احنا كنا في عرس انا ما شفناش كنا مصدرين مونيا وزعما روك عليك مونيا وهي دي المكاس عدوا لي باقا الله يبارك خبال درنا تيست ديكوفريتك اليوم دونك تخي 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 بالبوا ما شاء الله والله ديتني معاك شمتوني زعما عاودوا لي تحشم زعما من الناس هكا في لاتينهم يقولوا حال العراس توحشنا العراس العرس توحشت ميرسي دابلوديير تخي وي ميرسي بوكو علي جايات وليد وخلاص والفناه دوكا والفناك معاه
صراتي كما هذيك قاعد نقول لهم لا غير نعاير انا شي ناس نقول لا غير مشيت الميكرو ما تلقوش اليوم انا شديت الميكرو ثم فيهم غير مون كيس ما في بليزير دو لا صحتي فري اون بليس صعبت لي تي سي لا لا بيريود دي فوالا دونك كيفاش كاين يوتيوبر ولا انستغرامر نتكل عليكم باش نولي ندير كيما مرحبا تفضل Et pour revenir au sujet, parce que nous le mot de l'école, il y a un peu de gens qui ont fait des choses, 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 qui يعني واش نقول لهم كل عطله فيها خير ما فرحوش في في زواجهم يفرحوا في فرحوا في ولادهم ان شاء الله ربي في حال هذا هي علاش حنا اليوم صدفنا اسماء معنا على هذا الموضوع نسالها باسكو شفنا ثاني كوارث اللي صراو ثاني كاين داروا عراسهم عراس يعني حفلات كبار في وجود كورونا و يعني والاعراس راهي ممنوعه دونك انت وشنو هي كيفاش شفتي هذه الحاله نو كاين اللي ما بيعوش عليهم يعني داروا عرسهم نورمال اي تو وتماك زاد لي كا تاع الكورونا وراهي غير تزيد مالوغوزمون غير سقسيو باسكو الا شداتو لا مالوغوزمون كي نبدا درنا لها شي عابر صار ولا تفيدنا بزاف اسمع اسمع هذا بيا تهضري على خلينا على كملنا كل شيء على واش راه صار فوالا شوفي يعني كي يكون غياب الوعي سي تو تافي نورمال الناس كما يقولوا تستغل هذاك الوضع لانه هي ماهيش واعيه بالوضع وماهيش واعيه انه غدوة راهي في عاصمة في العاصمة مثلا وماهيش في ولايتك راهي لحقت لك ليك انت دونك اوتوماتيكمون كيكون الوعي ما كانش وما همش مأمنين بإيمان كبير باللي الكورونا راهي تقتل والكورونا راهي تدخل السبيطارات وحنا الله غالب الوضع الصحي تاعنا راهو قليل قليل باسكو اللي كراهم بزاف دونك اوتوماتيكمون الناس تستغل هذا الوضع وتقول لك لا لا ما كاين والو عرس ياك ابخي ميدي وش فيها نتلاقاو يا سيدي معليش ما نتسالموش مي يوم بعك وش فيها وهي الخطر انه كي نتواجدوا في مكان واحد يقدر واحد فينا يكون مريض وراهو حامل الفيروس وتكون عنده مناعه قويه يعني نعديو به ناس واحد اخرين تكون مناعتهم ضعيفه وهكا نوخدوا اصحاب العرس ونكونوا في عرس نولوا في حاجه واحده اخرى دونك يفو ميو الانسان يكون واعي بهذا المشكل اللي رانا واقعين به راهم كما يقولوا ماهوش علينا بركه جزائريين ولا ماهوش علينا بركه عاصميين راهو العالم كامل هذه الحاجه نقدر نقول بلي طمن شويه تخلينا ام تي بو ميم سي كو كرهنا ورانا كاع نسوفري وكاع الناس تشتكي وانا اوتون كي بسيكولوج بديت نعيا من الوضع سي جوست كو لازمنا دائما نصيبوا لا سوليسيون كيفاش نقدروا نعيشوا باسكو ماهيش حاجه اللي راح تطول سي فغي بالك تشد عام بالك تشد عامين مستحيل راح يدوم الحال انا سؤالي ليك اسماء هو يعني في ظل هذه الظروف كامل اللي كاين كيما قالت مونيا ما نتمشاو معاها على خاطر والفناها نتمشاو على حسب واش كاين هذا علم الغيب واحد ما على بالو وقت راح ماهيش حاجه محدده قالت ما سمانه وصاي ما على بالناش تما لازم نتمشاو الحياه تستمر تما ننشروا الايجابيات اكثر من السلبيات نحاولوا نتعايشوا مع هذا البلاء لانه بلاء من عند ربي سبحانه سؤالي ليك اللي راح نقوله لك واش رايك في العادات هذه والتقاليد اللي راهي دوك ولا انه الناس تاجل نص الدين على جال المظاهر نقدروا نقولوا على جال المظاهر ماليش كنا انا حابه نفرح ومازال عندي الوقت وما عنديش ظروف اللي تلزني قال نصبر وندير عرس شباب وندير خاصه ظروفي عندي والحمد لله وجدت بصح كاين ناس كيما قلت ما عندهاش ويلزوها باش دير عرس ومن بعد يوليو في دين ومن بعد كيما قلتي ندي من الدين هذاك الضغط والضغط هذاك يولد الطلاق تولي تسمى تولي اسره شغل على جال هذاك المظاهر كامله مفككه عطاك الصحه اعطينا واش رايك انت يعني نفسيا احنا نحكيو شوفي مفيدة من الجانب النفسي نصيبوا الناس اللي ما يقدروش يتعايشوا مع الوضع الحالي زعما أنا باغزوب نخلص 5 ملايين في الشهر ولا نخلص 3 ملايين ونص ولا نخلص 4 ملايين ما يهمش المبلغ أنا أوتوماتيكمون كي نروح نتزوج ندير ننفيستي سي دو لارجون كو جو في لانفيستيغ من عند الزوجة ولا من عند الزوج ومن عائلة تاع الزوجة ومن عائلة تاع الزوج يعني العرس محتاج مصاريف ماشي غير من عند العروسه ولا من عند العريس راهي دو فامي راحين يتشاركوا باش يديروا فرح المشكل اللي كما كي تقولي انت غير على جال المظاهر هو انه الانسان ما يتقبلش ما يعيش على حساب المستوى اللي هو راهو فيه سي فري كو صعيب انه اذا كان الانسان مستواه نازل على حساب على المعيشي على حساب الناس واحد اخرين مي هو حط نفسه في المقارنه حط نفسه انه يروح يشوف ناس واحد اخرين واش داروا انايا ندير لبنتي ولا انا ندير لوليدي ولا ام تقول انا ندير لبنتي هذه المقارنة اللي يوقعوا فيها في المجتمع هي اللي تسبب لك ضغط
الانسان لما يكون يعيش ضغوطات نفسيه بينه وبين روحه هو بالك ما يفيقش، باسكو علاش؟ عنده العامل تاع المظاهر هو اللي ياثر عليه، كيفاش بنتي تبان، انا عندي طفله وحده ولا انا هذا هو البكر ديالي، كيفاش ندير هذا المحادثه ولا هذا الصراع اللي يحدث بينه بين الانسان بينه وبين نفسه هو اللي يخليه يكلف نفسه فوق طاقتها. دونك انا بالنسبه ليا الحاجه اللي ننصح بها انه الناس يتقبلوا مستواهم المعيشي، الدنيا ما يشحى تهرب. اليوم راك تخلص 5 ملايين تقدر دير دي ماي دي بي، ما يشحى فانا تزيد تقرا، تزيد تخدم روحك، تزيد تشوف مشاريع واحد اخرى، تزيد تنفيستي فيهم وتكبر المستوى الدخل تاعك ودير حاجه اللي راك حابها انت ماشي اللي باش تعجب الناس. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. اسمع باش نعاودوا ثاني نرجعوا للموضوع تاعنا اللي هو العرس في وقت كورونا، يعني الوضع اللي انا نشوفه فيه دوكا كاين بزاف جوبونس عندك حالات يجيوك شغل داروا دي ديبرسيون عندهم اضطرابات باسكو تانو لا العرس تاعها تروبورتا العرس تاعها. خلينا لي ديفورس اللي صراو دونك انت في لينا بال. شوفي كاين اللي شاف الفتره تاع الكورونا نعمه، كاين اللي شافها نقمه. عندي حالات وين شافتها بلي نعمه بالنسبه ليها لانه ما كانتش تعرف باللي هي عندها اضطرابات نفسيه غير حتى كي قعدت في الدار وبدا القلق يجيها وبداو الام بداو يطلعوا كيما نقول لهم انايا لي زيموسيون يطلعوا لك للسطح ومن بعد اوتوماتيكمون ما راكيش بيا وتبدا يديكوفري هذاك الراجل تبدا يتشارجي له شغل تعيشي معاه حاله من انك انت ما راكيش قادره نفسيا وما تلقايش وجود دونك يخلق صراع فيما بيناتهم. واكتشفت انا عندي حاله هكذايا وين اكتشفت قالت لي دوك غوزمون كسرى هاد الكورونا يعني راني نستفاد انه انا نوجد نفسيتي كيفاش نتعامل مع الراجل نفهم روحي نتعلم كيفاش نعيش لو ستريس تاعي كي يكون قال الوضع مفاجئ كيما هذا واش يطلب منا يطلب منا اننا نتكيفوا مع الوضع باش نقدر نعيش اي جاكسبت لا سيتوياسيون باسكو ماهيش حاجه بيدي اللي نقدر نغيرها الحاجه الوحيده اللي نقدر نغيرها هي نفسيتي هي لي زيموسيون تاعي هي الافكار تاعي كيفاش نعرف جو تريت مي بونسي معناتها هي استغلت هذا الوضع وراهي تتعلم كيفاش تتعامل مع الزوج تاعها وتتعلم واش معناتها انا نروح نتزوج واش معناتها انا نكون اسره. ولكن من الجهه الاخرى اللي شافوها نقمه انا ما عنديش زهر يبداو هذيك السلبيه اللي كانت بالك تقولها بينها وبين روحها انا من بكري منحوسه ما خليت انا عند كورونا تزوج باش انا ما خيرتش كاع لادات دوكا دوكا خيرت لادات يعني هذا العام وهذا العام ما كاين والو صافي شحال وانا نستنى يعيشوا حاله تاع تذمر وهنا دائما عاود نرجع باسكو ما كانش قبول. حنا نقولوا باللي كل عطله فيها خير بصح ما نامنوش بها نهضروها برك نصبروا بها روحي يعطيك الصحه ومن بعدك ولا نصبر بها وحده اخرى نصبر بها يما نصبر بها صاحبتي نصبر بها اختي بصح كي تجي ليا انا جو با لابليكي في حياتي. وهذا هي سي كوم انا توجور جو لو دي سي اون انفيتاسيون لينا حنا باش دائما الحاجه اللي نقولوها نعرف اسكو راني نقولها من الفوق منا برك من فمي للفوق ولا فريمون راني مؤمنه ومتيقنه بكل كلام راني نقوله. سي بور سولا لي الكورونا كل انسان يعرف روحو اسكو هو يقدر يصبر ماهوش مقلق ويستنى حتى يجوز الوضع ويدير عرسو تاعو نغمال. وكاين ناس واحد اخرين يزون شوازي يديروا عرس بيناتهم كما كان يهضر مقبل عبد الوهاب انه عشاء صغير اونتر فامي والمهم يسهلوا الامور ياك المهم العريس والعروسه يكونوا مع بعض كيفاش وعلاش ما يهمناش. اسمع نعاودوا ثاني نقولوا الحكايه اللي حكاتها مونيا اللي انا ثاني الماماخكي في راسي سكي اخترت الوالدين هما اللي يفسدوا الحياه الهابينس ولا الفرحه تاع اولادهم بلا البهجه ولا يعني حياه سعيده وفرحه تاع اولادهم غير بهذه التصرفات كما قالت لك كتب بريه وصيه لوليدو تاع مانيش قابل هذه الطفله ومات الوغ كو هذيك الطفله حبها وليدو كان قادر يعيش معها حياه سعيده صح. ويعيش مهني دونك انت راك ارتحت في قبرك وراك كما يقولوا ربي يرحمه ويوسع عليه وخليت كوبل عايشين ماشي عايشين تقدري تقولي. شوفي اميره حنا كمجتمع جزائري ومجتمع مسلم تربينا بهذيك تاع الاب والام يعرفوا خير منك وهي كاينين وين دي فوا هاد الابناء يكبروا يتعلموا يقراوا يتفتحوا يخرجوا خارج الصندوق اللي تربينا عليه على العادات والتقاليد. بيان سور كو عاداتنا وتقاليدنا ما نقدروش ننكروهم مي كاينين سيغتان ستركتور اللي يمشيوا عليهم العائلات غالطين كيما هذايا اللي ضاعت حياته وضاعت حياه البنت وبعد تزوجوا اوتوماتيكمون مهما تكوني عاجبك راجلك بصح ما توجور يا لو كان راني مع الاخر يا لو كان بابا نقعد توجور جو ماتاش لهذاك لو باسي اللي يقعد توجور يخليني مانيش مرتاحه نفسيا دونك ما نقدرش نبارطاجي لا جوا مع راجلي ما نقدرش نعيش مع اولادي لانه راني بقيت معلقه. هنا الاباء والامهات يحاولوا انهم كيوصلوا
رسالة للأبناء ديالهم يوصلوها لهم سي كوم سي تكون حيادي. دوك أنا زعما الشيخ ولا عجوزة ما يش عجبتك العروسة ما كيش حتتزوجي بها أنت ولا حيتزوجوا. خلي ولادكم عندنا انسيغتان مومون وين نحتاجوا الأطفال يعيشوا انسيغتان أوتونومي، يعيشوا اون انديبوندونس ايموسيونال، معناتها مستقل مشاعريا مستقل فكريا. ما يقدرش بابا ولا يما يفرض عليا آراء يا سيدي خليني معليش يقول لي حتخبط في حيط خليني نخبط في حيط. بالك هذاك الابتلاء بالنسبة لي يعلمني نراجع نفسي اكزاكتومون يعني ابتلاء لازم نطيحوا في حياتنا ماشي هذاك الخطا يخليني انا نراجع نفسي بالك ما كنتش نعرف قيمه والديا ولي نعرف قيمه والديا. احنا كبشر محتاجين تجارب في الحياه. ما يقدرش اب ولا ام غير الا كان بيان سيغ اسباب الا كان خلى وصيه يمكن عنده اسباب تاعو مقنعه وهذا الابن ما راهوش يشوفهم بصح في حاله ما اذا هكذا باسكو انا ما عجبتنيش هذه ولا باسكو لا فامي تاعها ما عجبتنيش ونبداو نصيبوا في يعني ما كاش سبب وجيه تاع زعما ما كاش سبب اللي يخليك تقول على هذيك العروسه لا ما ندخلهاش لداري ما نعطيهاش وليدي ما نعطيهاش الاسم تاعي. كي تعرفي المجتمع تاعنا كيفاش يفكر هنا ظلم والابن راح يحس روحه باللي حياته كامل يقعد يعيش بهذيك لونغواس دو لوميلياسيون ولا لونغواس دو روجي وين ماش حيعيش راح ينقلها لولاده اصلا وراح ينقلها لولاده وبالك بينه وبين نفسه بالك ما يستعرفش بصح بينه وبين نفسه بالك ماهوش يترحم على الاب ديالو. يعني علاش علينا نعيشوا كامل هذه الحاجات وحنا اصلا رانا في حياه واللي هي تجربه كبيره. هانا شكون قال باللي دوك نقعدوا كاع في الدار اللي كان يخدم ماهوش يخدم اللي كان يفواياجي ماهوش يفواياجي كنا نديروا العراس و دونك يفو ميو الانسان يكون متفتح باش يخلي الناس يكونوا سمعتوا سمعتوا اسماء مليح مازلنا مع اسماء بصح نروحوا اشهار ونعاودوا نوليو. العرس درنا عرس اليوم وحدنا درنا عرس نقص درنا مونيا تبدلي وتجي كنا على بالنا نجيب لك التصديرات كنت شفت ديك العروسه هيبه اليوم قلنا عاودنا ولينا وموضوعنا كان مهم جدا. نروح لعبد الوهاب للاسف وصلنا لاختتام الحصه ديجا ما كانش كوزينه مفيده ما كانش كوزينه راح نهضر عليها هضرت بزاف نحتنا كاع الوقت لا لا انت غنيت بزاف انت غنيت بزاف وهي هضرت بزاف شوفي كل واحد ومونيا حكات بزاف ومونيا تصدرت بزاف حنا اون توكا استفدنا بزاف من واش كنتي تقولي افيكتيفمون وحنا حنا المجتمع لازم له ناس كيما نتوما لانه نتوما لي بيلي تاع سورتو كيما الكورونا خلات الطبيعه تريح شويه انا قلت لك الكوزينه تريح شويه سير مونتال والله ودوكا نشوف هذا الوضع عبد الوهاب اميره كيما شتي تقول بلي انا نهضر بزاف بصح رانا دايرين انا نهضر السيد وجاوبت على الكومبيتيسيون تاعو سامحينا كملتي مازال لا مازال خليها كيما قلت لك خويا دوكا الوعي العامل النفسي هو اللي راه ياثر اكثر من العامل الصحي والله غير صح دات لك بلاصتك اسمع والله مش تلميذه مجتهده ومن هذا المنبر نشكر كاع من الطاقم الصحي الصحي اكزاكتومون معليش ميرسي ميرسي على هذاك كان الكورونا خلات الطبيعه تريح شويه وحنا خلينا اليوم الكوزينه تاعنا تريح شويه معليش استفدنا بالمعلومه وخلينا ضيافنا يريحوا شويه واستفدنا صح نقول لك واش كاين فيها كاين باش ديروا تيك توك كاين شكشوكه كانت شكشوكه فلفل حلو فلفل احمر طماطيش وليدي يعرف يطيب وراه في الغربيه تختار الفلفل نطيب داير دوك انا حابه من اسماء قبل ما نختموا بجازولي على خاطر لازم نزيدوا نبروفيتيو منه اسماء عطينا ميساج للوالدين يعني اللي يكزيجيو على اولادهم ولا الاولاد ثاني اللي ما يحترموش اراء والديهم يعني لازم يكون حوار بيناتهم هذا رايي انا الحاجه اللي ننصح بها كامل الاهالي والابناء او ميم طون سك
اول حاجه يكون عندنا محور تواصل فيما بيناتنا. دوك انا ولا كان كاب نقول كلمتي ونقول لا لا وما نقولش لوليدي وعلاش لا لا وما نقولش لبنتي وعلاش لا لا، هذا راح يزيد يشبك الوضع ويخلي الابن تاعك ولا البنت تاعك دير واش يقول لها راسها ومن بعد يكونوا في مشاكل واحد اخرى وهنا راح تتفكك العائله. دونك اهم حاجه محور لا كومونيكاسيون التواصل فيما بيناتهم. ثاني حاجه اللي نوصي عليها وحاجه اللي نقصتنا بزاف سيك نتسامحوا مع بعض من فيما بيناتنا، انه علاش ابنك كي يغلط تسامح مع النفس يعطيك الصحه، كي تسامحي مع النفس تكوني متسامحه مع اكزاكتومون. انا كي نجي لهم ثاني في الكاميرا معاهم خاطبهم هما ديريكتومون اوكي. دونك قلنا التسامح فيما بيناتنا صافي، دير الابن تاعك الا غلط ولا الام تغلط في حق ابنها ماشي عيب نقول وليدي اسمح لي، ماشي عيب نقول لبنتي سمحي لي، باسكو لو بوت تاع امك انها تخاف عليك. نحاولوا انه الابناء يتفهموا الاباء والاباء يتفهموا الابناء تاعهم باش نعيشوا صح حياه متوازنه كما دائما نقول ونعيشوها بوعي، باش هكذا البيت تاعنا رانا نجربوا حياه ان شاء الله تكون سعيده ومبتهجه ان شاء الله. شرفتينا اسماء، شرفنا حضورك وديما نستفادوا من معلوماتك. شكرا. ويبقى الباب مفتوح ديما. شكرا. وليتي واحده منا. شكرا. شيخ اميره ما تختمش وحده حزينه، ختم وحده فرح مفرحه ايجابيه هكا لازم نزيدو. انا قالوا لي انا قالوا لي لازم تغني تعلي على مونيا. معليش على مونيا غني بالفرح. لا لا تعليله تعليله هاي معليش تعليله. انا قلت حاسه خلاص راهي في المود تاع ان شاء الله هاي واجده. انا اقول لكم يعطيكم الصحه والله راح نقولوا حنتوحشكم بزاف بزاف. مشاهدينا الكرام كما قالت اسماء نعاود برك باش ما نطولش عليكم، نقول لكم ديري الحاجه اللي تشوفيها مناسبه في الوضع هذا، الحاجه اللي ترضيك وتفرحك سورتو وتفرح مالك، ولازم يكون كان هذاك التوازن في الحياه باش نعيشوا بسعاده وهناء. فوالا نتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله، قعدوا اوفياء لينا ونحبوكم بزاف. منيا على راسها سما لازم تشاور. فوالا يعطيكم الصحه اللي كنتوا اللي تبعتونا واللي قعدتوا معنا سورتو، ان شاء الله هذا السوجي يكون فاتكم وبالك نحاش شويه لا ديبرسيون وهذاك الضغط وهذاك الاكتئاب اللي كانوا عايشينه بالك نساء ولا رجال، باسكو هضرنا على نساء بصح بالك ثاني رجال ما عاشوهاش مليح. دونك نقولوا كل عطله فيها خير، واذا راكم واجدين وكاع معليش روحوا تزوجوا وعيشوا كيف كيف ومن بعد ديروا عرس، كل حاجه في بلاصتها سي با ان بروبليم، حاجه ما حتهرب ان شاء الله. دونك ليا لا سانتي سي البلوز امبورطون. نقول لكم نتلاقاو السمانه الجايه نفس القناه نفس التوقيت. يعطيكم الصحه. قبل ما نجيو كوكو قعدوا انت تما. اليوم انا راح نجبد ورقه على خاطر رانا في العدد، انا في العدد التنازلي، انا في الموسم الثالث بقالنا اليوم والحلقه الجايه عليها عندي بزاف تهاني كتبتهم اليوم باش ما نساهمش. نبدا بصانعه الحلويات لين جاتو قالما اللي رسلت لي هذا الكاطو، نقول لها يعطيك الصحة. ثانيا طبيش عزيز الأب والأم حسيبة، زاد عندهم زيودة جديدة دانيا، نقول لهم تتربى في عزكم. كاين مولودة جديدة ثاني سيدرة، الأم روجية رشيدة، ألف مبروك. الأب صالح عمارة، نقول لهم يترباو في عزكم. دركا ندوروا الورقة بخفيف. كاينة تحية خاصة جدا للدرك الوطني، لأني كي جيت في الطريق من يحكموني يقولوا راح نقول لهم ربي يقدرك، يقولوا لنا ما تنساوناش بالدعاء، هما والاطباء نوجهوا لهم وعمال النظافه يعني كل اللي راهم في الواجهه نوجهوا لكم الف 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 تحيه من هنا من دارنا من سوق نسا. بقاو اثنين عزاز على قلبي بزاف اللي هي اولاد خويا، كاينه اماني اللي تحصل على الباك بمونسيون 16.75 في فرنسا، نقولها كل شيء مبروك نجاحات اكثر. وكاينه بنت خويا الصغيره اللي عيد ميلادها صادف غدوه ان شاء الله الخميس، نقولها ايه جويوز انيفيرسير، واحلى جويوز انيفيرسير ثاني لياسمين، لياسمين اللي راهي في جنود الخفاء، نقولها كل عام وانت بخير. وبهذا راح نختم ان شاء الله نكون ما نسيت حتى واحد. زهره عندك ورقه ورقه زهره الخليج فوالا صحيح صحيح هاني ما نسيتكمش قدرنا نهضروا دوك دركا واحد هاي ورقتي هاي ورقتي. المفيد ان نقول كلمه قبل ما نبدا نغني، انا نشكركم على الاستضافه، نشكركم على لا بون هومور، على لي زوند بوزيتيف كو فو دونو اترافير لا تيليفزيون، نشكر جنود الخفاء، نشكر عز الدين خويا au clavier et bien sûr à ma famille Jazouli, à toute tout ma grand-mère ربي يطول في عمرك ان شاء الله، امين ان شاء الله. à la famille عمي دائما يقول لي تنساني في لا كاسبا
توجور يقول لي عمي اسمعني قلت انت انا لو فوالا سي سي اون ديديكا سبيسيالمون ليك نتايا اي لا فامي لا بيل فامي من قالما باسكو ما فامي لي قالمواز دونك لا فامي ريكيك دو قالما اي بيان سور تو لي فان تو لي زامي اللي تبعوني سور انستغرام اي سور فيسبوك ودوكا نغنيو لهم واحد الغنيه اللي ديمونديوها لي بزاف بزاف في لي ريزو سوسيو ونفال على مونيا باسكو كاع مزوجين ابارامون دونك مازال اسمها تاني اسمها بان علي دو ان شاء الله فوالا ومفيده جديد والويله ارياس كل شي تبالكم على ارياس عمرها بالمال ارياس يا مشطة وزيد ما بدها صوت غلايل عند قدها من مال ملبوها وجدها أو النصر الله العالمين واحنا يا على الله متوكلين يا عروسة يا عرايسين يا رقيبة الزهر يوم الأهلي يا رقيبة الزهر يوم ليلي دايم الهنا يا ناس العروس يا سيدي يعجبني العروس كي يدخل للحرم على الخوارة قولوا للعروس قولوا له وجه المليح عيدولو مليحة بنتنا يا عروس عطينا حقنا يا عروس انت بيتها مولاها انت ساسها علاها اليوم اليوم لنا يا ناس هني ونا بعد ما تهني ونا وخلي وينا اليوم الفرح والسرور والفرح دايم يدوم كيما دام الصور على مدينة الرسول وليا يا وليا في صبحات الجاية بوها عند راس الزقاق وعمامته عليا بنتي يا بنتي يا مصباح بي مدى خدمتي علموي ما قلتي شي عيد انتي يا عروسة يا مصباح نجوم دارك دارك يا البنية دار لأمي ما مدوم ربيتها البرحة ودخلتها فرحة هني وينسى الأميرة صالحة اليوم اليوم لهنا يا ناس هني ونا بعد ما هني ونا روحوا وخليونا مولانا يا المير يا مير المؤمنين مولانا يا كريم يا سامع القادر نصر الله يتزوجوا يبقى وسعادة رحمة بالكريم
الرحمة ربي سعيد يبقوا سعداء سعداء. عليكم سوفي تبقى على خير. قدم لكم هذا البرنامج برعاية إيزيس. إيزيس أقصى نظافة أقصى توفير. اللعب في مكان متسخ يسبب الكثير من البقع. اكتشف إيزيس الجديد الآن برحة تدوم حتى 50% أكثر. اختبار القوة إيزيس ديما هو كيس واحد يغسل كمية كبيرة 50% انتعاش زيادة وريحته تطول. إيزيس أقصى نظافة أقصى توفير. والآن اكتشفي بريف الجديد للملابس البيضاء. هدي ماشي لكم اللي شريناها. نعم بنت لسفارت. سلخير. بالرغم اني استعملت ماء جافيل، شوفي صفاره ورشاد. جربي بغفل الملابس. بريف الجديد الجافيل مختصه في غسيل الملابس البيضاء، يضمن بياض لا يقاوم غسيل بعد غسيل وحمايه لا مثيل لها لملابسكم. بريف لغسيل الملابس، البياض وحمايه الالياف.